العنف الطائفي لا ليس من الشيعة ضد السنة، وإنما من 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 الإيرانيين، من الميليشيات الإيرانية. وبدليل أنه أنت جئنا على خبر محمود صرخي الحسني، هو من من المراجع الشيعية، وهذا رجل وطني قاتل الاحتلال وقاتل الحكومة هذه، وأبناء دفعوا الكثير. نعم. كثير منهم من الشهداء قتلوا في كربلاء وعلقوا وسجن العشرات منهم بالمؤبد. هذا رجل الشيعي لو كان طائفي مكان تصرف بهذا التصرف. هذا يدل على أنه شيعة وسنة هم يقفون ضد هذه الحكومة العميلة التي جاء بها الاحتلال، هذه هي الأساسية. أما من يدعي أن هناك سنة وشيعة، هذا باطل.